أقول this is distal end of radius, styloid process of radius. بالنسبة للأنا this is the end of أنا styloid process of أنا. نبص على الستايل بروسيس في الريجس وعلى الاثنين على ليفل واحد. لا مين اللي مور ديستال؟ الريجس ستايل بروسيس في الريجس مور ديستال ذان ذا ستايل بروسيس في البالمر. سو ذا ابدكشن از ليميتد ذان ابدكشن. يعني كافي كتير جاي لما تيجي تيجي الابدكشن ليميتد، لكن الرينج بتاع الابدكشن مور ذان ذا ابدكشن. لا موزان زي ايه؟ لا ادرش. ايه السبب؟ الستايلور بروسيس اوف ريجلس مور ديستال ذان ذا ستايلور بروسيس بتاعنا. الحاجه الثانيه تعرف بقى الكربن بول اسمائهم. اول حاجه الاسماء يبقى سكافولد ليونيد كرايبروترن بيسيفول ترابيزيوم كابيتيل والهاليت. بيسيفورم in front of the language. الحاجة التانية عايزك تبص بقى على الريديو يونس ان دي سبيس ده. ده كان في ريديو يونس ان دي سبيس تاني اهو بين الهيب واليونين والريديو يونس ده. ده فين زي ما قلت لكم اللي هو الارتيكولار كارتج. يبقى ده مكان الريديو يونس ان this is a articular part of serrated head of the ulna from the ulna to the angle of the right foot. كمان في ريتيوس سبيس اهو بين الهيد اوف ذا ألنا والألنا نوتش اوف ريديوس اللي هو الانفيريور ريتيو ألنا جوينت. يبقى انت عرفت الريتيو كاربن اللي هو ريست سنف والانفيريور ريتيو كاربن وعرفت السبيس دوت از ده سايد اوف ذا ارتيكولار كارتج. عايز تبص تاني على البروكسيمال رول. عن الارك ولا مش عن الارك؟ الارك يعني قوس. عن القوس ارك. والحاجه الثانيه مين اللي داخل في الارك؟ هل كل الديستال كاربن بول؟ الاثنين بس. يعني الكابيتال اهو بتاع الارك دوت داخل فيه الهيد بتاع الكابيتال والهاميت. لكن الترابيزيا والترابيزوريا بره ليه؟ بره الماركه بره القوس. الحاجه الثانيه طبعا انت كل ما تشوف هتلاقي حاجه. عندنا البول اللي عامله اوفرلاب على الكامل. مين هنا؟ البيسوفول ان فرانت اوف تراي وتراي. كمان عندنا هنا الترابيزوريا بارشالي كفر ده ترابيزيا. لا لو نتكلم عن نورمال نتكلم على الوضع النورمال ان الترابيزويد جزء منها كفر ده ترابيزويد. يبقى احنا عندنا اثنين بول اوفرلاب على بعض اللي هي البيزي فور ان فرانت اوف ترابيزويد والترابيزويد بارشال كفر ده ترابيزويد. والبوكس مرفوع عامل ارك وداخل الارك ده مين؟ كلمة كابيتيت يعني رأسية يعني ملهاش رقبة هيد ومبي. فالهيد اوف كابيتيت والهابيت. والملحوظة اللي احنا قلناها ان الهوك اوف هابيت عاملة اوفال اوباسيتي ان فرانت اوف ذا شانل اوف ايه؟ اوف ذا هابيت. طيب بص هنا على البيز بتاع الميتا كاربن جول. هل مترتبين احنا عندنا اربعة كاربون بول ديستال وعندنا خمسه ميتا كاربون. عندنا الفيرست مع الترابيزي والسكند مع الترابيزوري والثيرد مع الكابيتي. بص بقى اربعه وخمسه مع مين؟ مع الهاميت. تمام.
طيب البيتا كام بنقول فيه اوفرلاب ولا مفيش؟ في بارشل اوفرلاب السكند مع الفيرست والسكند مع الثيرد، لكن مفيش اوفرلاب بين الثيرد والفورس، في اوفرلاب بين الفيرست والفورس. كل ده لازم تبقى انت اورينتد. الحاجه الثانيه، لو انت خدت اكسس للثيرد متكامل بول يقطع مين من الكهرباء الجامدين؟ طب لو وديته لاسفل؟ بين سكافويد واليونان. بس من ايه؟ سكافويد واليونان. ولو وديته على ريديوس هيمشي مع الجامدين. ده طبعا ده نورمال. لكن لو حصل ديسبيسمنت هيغير الوضع. ولو الاكسس بتاع الثير هروم لاكسس كبديل. Which process between scaphoid and delineate and the continuous access of delineates. واحنا سمينا بقى الجوينت ده ريتو كاربال اللي هو ريست، والجوينت اللي بين كل اثنين كاربال دول سميناه انتر كاربال، والجوينت اللي ما بين البروكسيمال والديستال ميد كاربال ميد كاربال، واللي بين الكاربال والميتا كاربال يبقى كاربال ميتا كاربال. تمام. واللي بين المتكامل إذا انتر متكامل انتر متكامل هنا إذا قبل متكامل فلان. وهنشوف صورة تانية بقى اللي هما انتر فلان دي ال ده بالنسبة لإيه الأنتر والسيو فيو والريسك والكامل. دي صورة كبيرة شوية وواضحة عشان طيب مين اللي مور يعني لو الوضع الصورة اللي الوضع دين اللي تحت خالص اليونين عشان لما تاخد لاترال فيو هيبقى اللي تحت خالص هي اليونين واخد بالك؟ طيب يعني لو خدت اكسس عند اللي هو البوردر بتاع اليونين يبقى هو ده اللي مور ديبندنت مور ايه؟ ديبندنت. تمام. تكرار طبعا انا بجيب صور نفس الصوره بكررها عشان للحفظ والتكرار. مكتوب عيه فصل؟ لا يبقى السكافولد يونيت ودايره دي على الميكروفون والكمبيوتر والزميل. تمام. الدرجه والميتاكاربا برضه تكرار اهو تكرار، لكن هنا في حاجات اهي ده الجوينت اللي هنسميه ميتاكاربا فلان روكسيمال انفر فلان ديستال انفر فلان. طيب لو حبينا نحط انواع الجوينت دي لو قلت لك بس هات صباع الكلام ده وعايزين نسمي الجوينت سميناها وعايزين نعرف نوع الجوينت هو الكربو متكامل قلت صم سالب والميتاكامبو فالانجيال سالب لا 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 سالب يبقى ده سدم وده سوري وده انتر فالانجيال هنج فريكشنز هنج. خد الصباع التاني ما هو هيجي الاسئله هتيجي كده مربوطه عشان تبقى انت اورينتد بالليل بالسؤال. ممكن اشاور لك على جوي تقول لي اسمه واسالك تقول لي نوع. يبقى الكربون ده كربون والسكن ده نوع ايه؟ فين؟ فين سايلون؟ والميتاكاربو فالانجيال؟ ها؟ ايه سوري هو
كل اللي ذكرته في الاجي بغض النظر بقى عن الاني نمبر من الفيلم والانتر في الاجي كله هيج يبقى انت عندك في الارض بين الانتر في الاجي والانجو كهيج تمام والانتر كاربال جوينت كله بين سايلوميال والمين كاربال بين سايلوميال الصورة اللي فاتت في حاجة احنا ما نسينا دي ايه؟ سيسيا موي بول زي الباتيلا كده بس صغيرة ودي موجودة في الدنيا حتى اعرفوا اللي هو الفليكسور بولس وموجودة هنا معانا ان شاء الله عليها ايه؟ سيسيا موي بول اهي وخلاص احنا سمينا الانتر فالانجيا والميتاكاربو فالانجيا والاكسس اللي انا قلت لك عليها بيمر بالكابيتين وفلاسنج بتوين اسكافورد ريولين وبعد كده كونتينوس مع اكسس اوف داريس نيجي بعد اخر الفيديو اللي هو الحكايه و انا مش عايز اراهن في ديجرام مرسوم احسن مش بفهمه الاول وبعد كده نرجع للسؤال ده مين اللي مصر اليوم ده تهوسيس ازاي؟ في المسافه بتاع بريد صعب اللي فوقها على طول اليونيت خلاص محدش يخلي محدش يقول لا حاجه ثانيه غير اليونيت الحاجه الثانيه مين اللي داخل في الكونكافيتي بتاع البروكسيمال بارت كابيتين هي اللي فوق بين ده يبقى زيس ساكيت كابيتين وتش لايز ذا كونكافيتي اوف اليونيت يبقى الاثنين اللي فوق بعض من تحت اليونيت وفوقها على طول كابيتين تمام المور انتيريور عندنا الاسكافويد طلع منها تيوبركل تبقى بارزه في الانتيريور فيو فزيس از اسكافويد اللي تلاقيها راسها طالعه لبره التيوبركل بتاعها دي يبقى زيس از شادو في الاسكافويد والمور انتيريور يعني الاسكافويد مور انتيريور يليها على طول البيزي فورد يليها ايه؟ البيزي فورد دول بس اللي هم بيعملوا وفرناه على بعض الباقي الثاني ممكن تعرف عليه من البوزيشن في الاكس ري يبقى اللي مور دوميننت اليونيت واللي داخله في الكونكافيتي في اليونيت كابيتين واللي مور انتيريور الشادو اللي وراها تمام نرجع للصوره اللي فاتت دي يعني دي متحدده لكن هنجيب لك صوره بقى شويه تحديد ادي اليونيت اهي بص الشادو بتاع اليونيت تمام؟ ودي السكافولد اللي هي بارزة مور انتيريور والكابيتين اهي. كابيتين اهي. وطبعا ده الفيرست يبقى تحتيه بايه؟ ترابيزيوم. واوفرلاب باي ترابيزيوم. صورة ثانية. دي برضه نفس الاستقرار اليونيك والسكافولد واللي تحت الفيرست والكابيتيتا اللي داخله في الكابيتي اوف يونيت ومش مرسوم هنا البيزي فور والشادو بتاع الترايكوترال يعني جزء منه مش مشكله دي بس ركز انت على في الليتر فيو على لو انت عايز لو انت شايف مشكله في الكابيتي او اليونيت والسكافويد اعمل ليتر فيو تعمل ايه؟ ليتر فيو اليونيت هي بص بقى انا عايزك تحدد اليونيت هي ذيس از اليونيت تمام واللينك بتاع الكابيتين هي تمام وهنا اللي بقى السكافويد تمام وفوق السكافويد ترابيزيوم ولاترا ترابيزيوم الترابيزويد اللي هم اربع لاب على بعض بالنسبه للميتاكاربل ده مين؟ الفيرست تمام لكن الشادو بتاع الاربعه التانيين ما يقدرش يتحرك خلاص كده احنا خلصنا الاناتو اكتر بول يحصل فيها ديسلوكيشن في الكربال بول مين؟ اليونيت شوف طلع بره قدام خلاص هي ثابت المكان بتاعها طلع مور انتي والخطوره فيها ايه؟ ان هي في ميديا نيرف بيدخل الهاند انفرانت اوف ليونيت
فلما البوندي ديسبليس انتيريور هتضغط على مين؟ على الميديان نيرف ويعمل ايم هاند. ايم هاند يعني زي ايد الكاب. ايد الكاب الكاب. تمام؟ يبقى لو لقيت واحد ايده كده يبقى عنده كونفريشن بالميديان نيرف ونقول الفوزس اللي هو الاستوكريشن اوف يبقى اكثر كربن بول اكتيفيتي دي. تمام. طيب اكثر بول فراكشر سكافول دي سهله دي مش اللي هو الكويس فراكشر ده ديستال والايه الديستال اللي في الريديوس لكن احنا عايزين نركز على السكافول هنا فراكشر أجل سكافوليد. ليه بقى سكافوليد الفراكشر بتاعها خطير؟ هتعرف؟ عشان البلاد سبلاي بتاع الشرش البلاد سبلاي بتاعها من بروكسيمال لا الديستال من الديستال جاي من الديستال وبيتجه للبروكسيمال فلو حصل الفراكشر ده اتكسرت يبقى الجزء البروكسيمال ما بيتكلمش لأن أنت قطعت البلاد سبلاي بتاعها فممكن تاخد يوم يومين يومين بتقعد سنين من دولة تنعم كلها تنعمش خالص تضطر بقى الدكتور يعمل لها سيشن بالمسمار ولا يعني دي بتبقى مشكلة مشكلة المشكلة في ايه البروكسيمال لان البروكسيمال ده جاي من هنا فلو جابت اتكسر يبقى انت قطعت البروكسيمال عن البروكسيمال بار يبقى مين ميكروتك يحصل لها ميكروزيس اللي هتتعادل وموت جاي دي هنا يعني هنا this is the location of which of the phalanges displays هذه واحد نمرة اثنين انت شايف الجونت الموضوح لان في بقى ايه دي بروسس والاروجن تاكل للبول البول جوينت والكارتريج حصل تاكل تمام والديفيشن زي الديفيشن هتلاقي صوابع معلومه كده واحد جاي كده واحد كده تلاقي دي كاركتر اوف كده بقى خلصنا ليه الامر اللي انت بتقول بقى